جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ترجوكم شيخ صالح أن تتفضلوا بكلمة لسافرات الوجوه أمام ابن العم وابن الخال وزوج الأخت. يحرم على المرأة أن تكشف وجهها عند غير محارمها ولو كانوا من بني عمها أو من أقاربها الذين هم ليسوا من محارمها، فيجب على المرأة أن تغطي وجهها لأنه عورة وفتنة، وفي كشفه تعرض للفتنة ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ضرب الخمار، خمار هو غطاء الرأس، بأن يدل ويسدل على النحر، ولا بد أن يكون مارا بالوجه، فهذا من دلالة اللزوم ودلالة الإشارة. وأيضا قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالجلباب هو الجلال الكبير الذي يكون على المرأة من الثياب الضافية، أمرها الله أن تدني منه على وجهها وعلى رأسها. ولما نزلت هذه الآية بادرت نساء الصحابة بامتثالها، فخرجنا إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان، لأن وضعنا عليهن ما يسترهن ويستر وجوههن امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا سألتموهن، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب هو ما يستر المرأة عن نظر الرجل الأجنبي من ثوب أو جدار أو باب أو غير ذلك مما يغيبها تماما عن نظر الرجل الذي ليس من محارمها. وعلل الله ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي أبعد عن الفتنة والريبة. والطهارة مطلوبة للمسلمين عموما. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فهذا نص صريح في أن المرأة تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، وأنها لا تكشفه إلا إذا خلت ولم يكن عندها منهم أحد. نعم.